السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي دكتور محمد عوض. هنشرح إن شاء الله الكورس بتاع المايكروبيولوجي بالنسبة لطلبة الصف الأول في المدارس الطبية. هنتكلم النهاردة عن موضوع من أهم الموضوعات اللي بتشكل مشكلة لأي نظام صحي في أي مجتمع، وهي مشكلة العدوى. عشان تحدث الإصابة بأي مرض معدي لازم يبقى فيه مثلث بيتكون من أول حاجة الميكروب اللي بيسبب المرض المعدي، تاني حاجة مصدر العدوى وهي بتبقى عبارة عن شخص أو حيوان أو مادة غير حية موجود فيها الميكروب، وآخر حاجة اللي هي طريقة انتقال العدوى من المصدر ده للإنسان السليم عشان يتحول بعد كده يبقى إنسان مريض. أول حاجة في مثلث العدوى هو الميكروب، والميكروبات اللي بتسبب الأمراض المعدية اسمها ميكروبات ممرضة، يعني إنها بتسبب حدوث المرض. قدرة البكتيريا على إحداث المرض بتتوقف على عوامل. أول حاجة مدى قدرة البكتيريا دي على اختراق الأنسجة الحية وإنها تعيش فيها وتتكاثر فيها، وده غالبا بيتم عن طريق إنها بتفرز حاجة اسمها إنزيمات هاضمة عشان تهضم الأنسجة، وتقدر البكتيريا إنها تخترق الأنسجة دي وتؤدي الضرر اللي هي بتحاول تقوم بيه. تاني حاجة، بعض أنواع البكتيريا بتفرز حاجة اسمها السموم البكتيرية أو التوكسينات. يبقى قدرة البكتيريا على إحداث المرض تتوقف على العاملين دول، اللي هي قدرتها على غزو الأنسجة والمعيشة والتكاثر فيها. تاني حاجة، بعض البكتيريا بتفرز سموم أو توكسينات. التوكسينات أو السموم اللي بتفرزها البكتيريا نوعين. أول نوع اللي هي التوكسينات الداخلية، ودي عبارة عن جزء من جسم الخلية البكتيرية وما بيقومش بدوره كمادة سامة إلا لما الخلية البكتيرية بتموت وبتتكسر، زي نوع من التوكسينات اللي موجودة في تركيب بكتيريا التيفود. لما البكتيريا اللي بتبقى جوه الجسم ببكتيريا التيفود بتتكسر، الجزء ده بينفصل وبيبقى له تأثير كمادة سامة بتضر بالجسم. تاني حاجة، بعض أنواع البكتيريا بتقدر تفرز حاجة اسمها التوكسينات أو السموم الخارجية، ودي عبارة عن سموم بتقدر البكتيريا تفرزها وهي عايشة وبتفرزها في الدم، ودي بتكون لها تأثيرات ضارة جدا على جسم الإنسان لأنها بتوصل الدم وبتأثر على أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة، دي زي سم الدفتيريا. والسموم دي غالبا بتحفز جهاز المناعة عشان يكون أجسام مضادة ضدها. تاني حاجة من المثلث اللي اتكلمنا عليه عشان تحدث العدوى هو مصادر العدوى. مصادر العدوى دي ممكن تكون مصادر داخلية أو مصادر خارجية. مصادر داخلية زي في مناطق معينة في جسم الإنسان زي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بيبقى موجود فيها نوع من البكتيريا اسمها البكتيريا المتعايشة. البكتيريا المتعايشة دي في الظروف الطبيعية لا تسبب أي مرض للإنسان، ولكنها في ظروف معينة ممكن تكون سبب في حدوث الأمراض، زي مثلا نوع من البكتيريا اللي موجودة في القولون اللي هي بكتيريا اسمها الإيكولاي أو عصيات القولون. البكتيريا دي لما بتبقى موجودة في القولون ما بتسببش مرض لأنها بكتيريا متعايشة في القولون، ولكن لو البكتيريا دي اتنقلت بطريقة أو بأخرى إلى الجهاز البولي ممكن تعمل التهابات في الجهاز البولي، والبكتيريا دي مسؤولة تقريبا عن 90% من الالتهابات اللي بتحصل في الجهاز البولي. تاني مصدر للعدوى هو المصدر الخارجي. ممكن العدوى تيجي من بره جسم الإنسان. تيجي من إيه؟ تيجي من إنسان مريض أو حامل للميكروب، تيجي من حيوان مريض، تيجي من حشرات، تيجي من مواد غير حية كمصدر للعدوى. أول حاجة هنتكلم عنها هي
الإنسان كمصدر للعدوى. ممكن الإنسان كمصدر العدوى يكون مريض أو حامل للمرض. المريض ده شخص ظاهر عليه أعراض المرض، والميكروب بيخرج في إفرازاته المختلفة حسب نوع المرض، بمعنى إنه لو مرض بيصيب الجهاز التنفسي الميكروب بيخرج مع الرذاذ، مع البصاق، مع العطس، مع الكحة. تاني حاجة ممكن يكون مصدر العدوى حامل الميكروب، وده شخص الميكروب موجود جوه جسمه وبيخرج فيه إفرازاته، وبالتالي بيعدي الناس المحيطين بيه والمتعاملين معاه، لكن هو نفسه أعراض المرض ما بتظهرش عليه. وده أكثر خطورة من المريض، لأنه الشخص المريض الأعراض بتبقى ظاهرة عليه، فبيبقى الناس يعني في حذر في التعامل معاه، وهو نفسه بيبقى واخد باله من التعامل مع الناس عشان ما يعديهمش. ولكن الشخص الحامل الميكروب ده بيمشي بين الناس ويتعامل عادي لأنه مش ظاهر عليه الأعراض، فبيبقى وسيلة لنقل المرض بصورة أكبر، وبيعتبر حامل الميكروب مخزن أو مستودع للعدوى، لأنه الميكروب موجود جواه ما بيظهرش عليه الأعراض ولكنه بيعدي عدد كبير من الناس. في أنواع من حامل الميكروب. أول نوع هو حامل الميكروب الحاضن، وده عبارة عن إنسان حصلت له العدوى، يعني اتنقل له الميكروب، ولكن جميع أنواع الميكروبات ليها حاجة اسمها فترة الحضانة، اللي هي الفترة من دخول الميكروب لبداية ظهور الأعراض. فلما الميكروب بيدخل بيبدأ الإنسان ده بعد عدد معين من الأيام قبل ما تظهر عليه الأعراض يبدأ يكون هو مصدر العدوى ويقدر يعدي الناس، ولكن لسه ما ظهرتش عليه الأعراض. تاني حاجة اسمها حامل الميكروب النقح، ده عبارة عن شخص أصيب بالمرض وظهرت عليه الأعراض، ولكنه شوفي من المرض ظاهريا، يعني الأعراض اختفت ولكن الميكروب مازال موجود جوه جسمه وبيخرج في إفرازاته، وبالتالي حامل الميكروب النقح ده مازال عنده القدرة على إنه ينقل العدوى للأشخاص السليمة. تالت نوع اللي هو حامل الميكروب المخالط، وده شخص اتنقل له الميكروب ولكن ما ظهرتش عليه أي أعراض، يعني مش في فترة الحضانة بتاعة الميكروب ولا في فترة النقاهة، ولكن الميكروب دخل جسمه لقوة جهازه المناعي ما ظهرتش عليه أعراض، ويفضل عايش بالصورة دي والميكروب موجود جوه جسمه ويفضل يعدي الناس من غير ما تظهر عليه الأعراض. بنقسم كمان حامل الميكروب حسب الفترة اللي بيفضل فيها الشخص حامل الميكروب إلى حامل ميكروب مؤقت وحامل ميكروب مزمن. حامل الميكروب المؤقت ده معناه إنه الشخص بيفضل حامل الميكروب لفترة قصيرة، بعدها بيشفى تماما والميكروب بيخرج من جسمه بصورة نهائية ويصبح غير معدي للآخرين. بينما حامل الميكروب المزمن ده بيفضل حامل الميكروب لفترات طويلة ويفضل ينقل المرض للناس لفترات طويلة. كمان في تقسيمة كمان، إنه ممكن في حامل ميكروب مستمر وحامل ميكروب متقطع. حامل الميكروب المستمر يعني الميكروب بيخرج في إفرازاته بصورة مستمرة، بينما حامل الميكروب المتقطع ده في فترات بيخرج فيها الميكروب في إفرازات الشخص وفترات لا يخرج. من أهم الأمراض اللي حامل الميكروب بيلعب دور في انتشارها الحمى المعوية، اللي هي اسمها حمى التيفود، والالتهاب السحائي، والدفتيريا، والبكتيريا العنقودية اللي بتسبب التهابات صديدية في الجروح، والميكروب السبحي اللي هو مسؤول عن الإصابة بالالتهاب الصديدي في اللوزتين. كده اتكلمنا عن أول مصدر للعدوى هو الإنسان سواء كان مريض أو حامل للمرض. تاني مصدر للعدوى ممكن يكون حيوان كمصدر للعدوى. معظم الأمراض اللي بتصيب الحيوانات لا تصيب الإنسان، ولكن في بعض الأمراض اللي بتصيب الحيوانات ممكن تنتقل من الحيوان المريض للإنسان وتسبب له المرض، زي الضرن البقري والسرطان
الحمى المتموجة ومرض السعار اللي هو داء الكلب. تالت حاجة الحشرات كمصدر للعدوى. غالبا الحشرات دورها في انتقال الأمراض إنها بتكون وسيلة لنقل العدوى من الإنسان المريض أو الحيوان المريض أو المواد غير الحية اللي فيها الميكروب إلى الشخص السليم عشان يصاب بالمرض. من أهم الأمراض اللي بتنقلها الحشرات، أول حاجة البعوض أو الناموس، ده بينقل الأمراض زي الملاريا والحمى الصفراء وحمى الدنج. القمل ده بينقل مرض التيفوس والحمى الراجعة. البراغيث ودي بتنقل مرض الطاعون والتيفوس. القراد وده بينقل بعض أنواع مرض التيفوس والذباب. وبالنسبة للذباب ده من أخطر الحشرات اللي بتنقل الأمراض، والذباب بينقل الميكروبات بطريقة ميكانيكية لأن جسم الذباب مغطى بطبقة كثيفة من الشعر، فلما بيقف على إفرازات المريض سواء البراز أو القيء أو أي إفرازات أخرى فيها الميكروب، الميكروب بيتعلق على جسمه وبالتالي بيروح الذباب بيطير ويقف على طعام أو شراب بتاع شخص سليم، الميكروبات دي بتقع من على جسمه جوه الطعام ولما يتناولها الشخص يحصل له العدوى بالأمراض دي. برضو من الحشرات اللي بتنقل الميكروبات بطريقة ميكانيكية الصراصير. رابع مصدر للعدوى ممكن يكون مواد غير حية زي الأتربة، فمثلا بعض الأمراض زي التيتانوس والغرغرينا الغازية دي بتنتقل عن طريق إن حد بيحصل له جروح في تربة بتحتوي على بذور الميكروبات المسببة للتيتانوس أو الغرغرينا الغازية. كمان ممكن المواد غير الحية اللي تكون مصدر للعدوى زي الآلات الجراحية الملوثة بدم مريض عنده أحد الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم زي الفيروس بي وفيروس سي والإيدز، وبنستخدمها لشخص سليم وبالتالي يكون الآلات الجراحية غير المعقمة دي هي وسيلة انتقال أو مصدر انتقال العدوى للشخص السليم. كده خلصنا الجزء الثاني من المثلث بتاع حدوث الأمراض المعدية وهو مصدر العدوى. ثالث حاجة في المثلث ده هو طريقة انتقال العدوى. في طرق كتيرة لانتقال العدوى بتختلف على حسب نوع المرض. أول طريقة هي انتقال العدوى عن طريق التلامس، وفي نوعين من التلامس، يا إما تلامس مباشر وده بيحصل بين شخص وشخص آخر، احتكاك مباشر بين الجلد أو الأغشية المخاطية زي الأمراض التناسلية والأمراض الجلدية أو بعض الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم لو حصل احتكاك مباشر بين الشخص المريض والشخص السليم. كان الشخص المريض عنده جرح مفتوح بيخرج منه الدم والشخص السليم كان عنده جرح حصل التقاء بين الجرحين، ممكن يتنقل المرض ده بالطريقة دي. تاني حاجة التلامس غير المباشر، وده عن طريق وسيلة وسيطة ليه زي مثلا في التهابات العين، لو واحد استخدم فوطة ونشف بيها وشه، والفوطة دي بعض الصديد اللي موجود في العين اللي فيه الميكروبات جه فيها، وبعد كده لما حد يستخدم الفوطة دي وينشف بيها وشه وعينه هيتنقل له العدوى بتاعة العين. تاني حاجة اللي هي التقيح الجروح الصديدي، وده غالبا بيحصل في الأقسام الجراحة في المستشفيات لو استخدمنا مواد وأدوات غير معقمة مع جرح المريض. تاني طريقة لانتقال العدوى هي انتقال العدوى عن طريق الرذاذ، ودي مع العطس أو الكحة الرذاذ اللي بيخرج بيتنقل من شخص مريض لشخص سليم فينقل له العدوى، وده غالبا لازم يكون المسافة بين الشخصين مسافة أقل من متر. غالبا الرذاذ لما بيتنقل بيدخل عن طريق الأنف أو الفم أو الغشاء المغطي للعين،
وبينقل في الحالة دي العدوى، أو إن الرذاذ ممكن يتنقل بطريقة غير مباشرة عن طريق إنه الشخص يكح أو يعطس على سطح صلب ترابيزة كرسي، وبعدين الشخص السليم يجي يتعامل مع المواد دي ويحط إيده عليها، وبعدين يحط إيده عند منطقة الأنف أو الفم أو العين فينقل العدوى لنفسه. الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الرذاذ ممكن تتقسم لنوعين. أول حاجة أمراض بتصيب الجهاز التنفسي زي الأنفلونزا والحصبة والسعال الديكي، أو في بعض الأمراض اللي ما بتصيبش الجهاز التنفسي ولكن في مرحلة معينة من حياة الميكروب الميكروب بيبقى موجود في منطقة الحلق أو البلعوم الأنفي، ففي الفترة دي ممكن عن طريق السعال أو العطس ينتقل الميكروب من شخص لشخص عن طريق الرذاذ، ودي زي الدفتيريا والحمى القرمزية والالتهاب السحائي اللي هو الحمى الشوكية. في عوامل معينة بتساعد على انتقال العدوى عن طريق الرذاذ زي الازدحام، سوء التهوية، وارتفاع درجة الرطوبة، لأن دي عوامل بتساعد على نمو وتكاثر الميكروبات. ثالث طريقة لانتقال العدوى هي انتقال العدوى عن طريق الهواء، ودي بتحصل عن طريق في بعض الأمراض زي الدرن الميكروب بيخرج مع قطرات رذاذ صغيرة بتفضل متعلقة في الهواء لفترة طويلة، بحيث إن لو شخص تاني دخل نفس المكان اللي كان فيه مريض الدرن حتى لو بعدها بساعات ممكن يكون الميكروب لسه متعلق في الجو ويحصل له العدوى. رابع طريقة لانتقال العدوى هي انتقال العدوى عن طريق تناول الطعام والشراب الملوث. من أهم أنواع الغذاء اللي ممكن تنقل الأمراض عن طريق تناولها الألبان ومنتجاتها زي الجبنة والقشطة والآيس كريم. لو اللبن اللي استخدم في تصنيعها ما كانش مغلي كويس أو متبستر كويس. تاني حاجة الخضروات اللي بتتاكل نية من غير غسيل، لو ما اتغسلتش كويس وكان فيها بعض الميكروبات ممكن تنقلها. المياه غير النقية والثلج الملوث، لو الثلج ده استخدمنا في تصنيع مياه غير نظيفة، أو أي طعام معرض للزبالة. غالبا الميكروبات بتوصل للطعام أو الشراب عن طريق بعض أنواع الحشرات زي الذباب أو الصراصير اللي بتقف على إفرازات المريض أو الحامل للمرض اللي فيها الميكروبات، فالميكروبات تتعلق بجسمها وتروح تنقلها للطعام أو الشراب. من أهم الأمراض اللي بتنتقل عن طريق تناول الطعام أو الشراب الملوث هما التيفود، الدوسنتاريا، الكوليرا، والتسمم الغذائي. خامس طريقة لانتقال العدوى هي انتقال العدوى عن طريق الجروح زي مرض التيتانوس أو مرض السعار اللي هو داء الكلب اللي بيجي عن طريق إن حيوان مصاب بالسعار زي الكلاب أو الفئران تعض شخص، فالفيروس المسبب للسعار بيدخل عن طريق جرح بتاع الشخص ده. سادس طريقة لانتقال العدوى هي انتقال العدوى عن طريق الحقن. زمان قبل ما يستخدم يعني على نطاق واسع اللي هي الحقن اللي بتستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منها بعد كده، كان بتستخدم سرنجات إزاز ليها سن معدن بيتم تعقيمها عن طريق الغليان، ودي كان غير كافي لقتل جميع أنواع الميكروبات، وده كان وسيلة لنقل كثير من الأمراض، ومن أشهر الأمراض اللي كانت الطريقة دي سبب في انتشارها الالتهاب الكبدي الوبائي سي والالتهاب الكبدي بي والإيدز. سابع طريقة من طرق انتقال الأمراض المعدية هو الانتقال عن طريق وسيط حامل للميكروبات زي البعوض والذباب. في نوعين من نقل العدوى عن طريق الحشرات أو الكائنات الوسيطة. أول حاجة بعض الحشرات زي البعوض وزي الذباب بتنقل
الأمراض بطريقة ميكانيكية، يعني هي بتشيل الميكروب على جسمها وتروح تنقله للطعام أو الشراب بتاع شخص سليم فتنقله العدوى. وبينما بعض أنواع الحشرات جزء من دورة حياة الميكروب أو الطفيل بتحصل جوه جسمها زي الملاريا والفيلاريا في البعوض. العدوى ممكن بالأمراض الميكروبية تحصل بطريقة وبائية، وفي الحالة دي بينتشر المرض بين عدد كبير من الأشخاص في وقت معين، أو إنها بعض الأمراض المعدية بتنتشر في مجتمع معين بمعدل شبه ثابت على مدار العام، وده بيسمى مرض متوطن زي المرض مثلا البلهارسيا في الريف في مصر. أهم من العلاج في الأمراض المعدية هو الوقاية، وزي ما الحكمة بتقول الوقاية خير من العلاج. كل مرض من الأمراض المعدية له طرق وقاية بتختلف على حسب طبيعة المرض ده وطريقة انتقاله. فمثلا بالنسبة للأمراض اللي بتنتقل عن طريق الرذاذ وعن طريق الهواء، بنحاول إن إحنا نبعد عن العوامل اللي بتساعد على انتشاره، نتواجد في أماكن تهوية جيدة، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وبنعمل توعية وتثقيف صحي للجمهور إن الناس ما تبقاش على مسافة قريبة من بعض، إنها تحاول الأحضان والقبلات والكلام ده بين الناس، يعني ده من وسائل انتشار الأمراض عن طريق الرذاذ، وبالتالي نحاول إن إحنا الكلام ده نبعد عنه وبالتالي يقل انتشار الأمراض دي. بالنسبة للأمراض اللي بتنتقل عن طريق تناول المشروبات والمأكولات الملوثة، بنراعي إن إحنا يبقى فيه في المجتمع مياه شرب نقية، إن إحنا نقضي على الحشرات المنزلية زي الذباب وزي الصراصير لأن دي وسيلة لانتشارها. الخضروات والفاكهة بنغسلها جيدا قبل تناولها. لما بندخل الحمام بنخرج من الحمام لازم نغسل إيدينا كويس، إنه يبقى فيه صرف صحي جيد والتخلص الصحي من القمامة، لأن دي وسيلة من وسائل انتشار الحشرات اللي بتساعد على نقل الأمراض المعدية. كمان حاجة مهمة جدا إنه العاملين في تحضير وتجهيز وتقديم المأكولات والمشروبات في المطاعم والفنادق لازم بيتعمل عليهم كشف دوري وتحاليل دورية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية اللي بتنتقل عن طريق الطعام والشراب، وأي حد فيهم يبقى عنده واحد من الأمراض دي لازم إن إحنا نبعده عن العمل ونوقفه من التعامل مع المأكولات والمشروبات لحد ما بيتم علاجه ويتخلص من المرض تماما، والنتائج التحاليل المعملية تؤكد خلوه تماما من الميكروب، وفي الحالة دي يقدر يرجع تاني لشغله ويقدر يتعامل مع الطعام والشراب. بالنسبة للأمراض الوبائية، لما ينتشر وباء في مكان معين لازم في إجراءات بنعملها عشان نقلل من انتشاره. أول حاجة الناس اللي جايين من المناطق الموبوءة دي بنعمل لهم كشف وتحاليل عشان نتأكد من خلوهم من الأمراض دي، وبنعزلهم عشان ما يصيبوش ناس تانيين بالمرض. بنعمل حصار على المناطق الموبوءة ونكتشف الحالات الجديدة ونعالجها عشان ما يعدوش ناس تانيين. وبعض الأمراض الوبائية لما تنتشر مهم لو في تطعيم ضدها بنبدأ نطعم كل أفراد المجتمع. بالنسبة للأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم زي فيروس بي وفيروس سي والإيدز، مهم جدا إن جميع بنوك الدم بتعمل تحاليل عينات الدم أو أكياس الدم اللي المتبرعين اتبرعوا بيها ضد الأمراض اللي
بتنتقل عن طريق الدم زي فيروس بي وفيروس سي والإيدز، وأي كيس بيثبت إنه في أحد هذه الأمراض بيتم إعدامه وما بيستخدمش في نقل الدم. كمان المدمنين المخدرات والشواذ بنستبعدهم من التبرع، لأن دول بيبقى عندهم كثير من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم نتيجة للاستخدام المتكرر للسرنجات في حقن المخدرات. مهم جدا كمان إن احنا نستخدم الحقن البلاستيك والإبر المعقمة، وكل واحد بتستخدم الإبرة أو السرنجة لمرة واحدة، وبعد كده بيتم التخلص منها بطريقة آمنة في صندوق الأمان. الآلات الجراحية زي ما أشارت لازم تتعقم كويس جدا بين كل شخص والشخص اللي بعديه. الأدوات الشخصية زي اللي ممكن تتلوث بالدم زي فرش السنان وأمواس الحلاقة لازم نراعي إنها تكون شخصية، كل واحد يستخدم الأدوات الخاصة بيه ومحدش يستخدم أدوات غيره. هنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا وهو موضوع عدوى المستشفيات. إيه المقصود بعدوى المستشفيات؟ دي الأمراض المعدية اللي بيصاب بيها الشخص أثناء وجوده في المستشفى وما كانش مصاب بيها ولا حاضن ليها عند دخول المستشفى. يعني المريض وهو داخل يتعالج من مرض معين حصل له عدوى بالميكروب ده وهو جوه المستشفى نتيجة لعوامل كتيرة هنتكلم عليها دلوقتي. كتير من الأمراض المعدية اللي بتنتقل عن طريق المستشفيات أعراضها ما بتظهرش إلا بعد ما المريض بيخرج من المستشفى، لأن غالبا الأمراض دي بيبقى لها فترة حضانة، فترة الحضانة دي لما بيخرج وبتمر تبدأ تظهر عليه الأعراض بعد خروجه من المستشفى. إيه أهم مصادر العدوى في المستشفيات؟ أول حاجة ممكن المصدر يكون مريض تاني محجوز في المستشفى عنده مرض ميكروبي معدي، دخل المستشفى وما تمش اتخاذ الاحتياطات اللازمة عشان نعزله عن باقي المرضى عشان ما ينشرش بينهم المرض. تاني مصدر ممكن يكون جو المستشفى نفسه، مقصود بيه الحيطان بتاعة المستشفى، الهواء بتاع المستشفى، الأرضيات، الترابيزات اللي في المستشفى، لو ما بترعاش الإجراءات بتاعة النظافة والتهوية والتعقيم والتطهير بصورة جيدة. ثالث مصدر العدوى ممكن العاملين نفسهم في المستشفى سواء الأطباء أو التمريض أو العمال اللي موجودين في المستشفى، لأن دول بيتعاملوا مع مرضى متعددين، فلو ما خدوش الإجراءات السليمة اللي تحمي المرضى من انتقال العدوى ممكن يكونوا هم وسيلة انتقال الأمراض المعدية دي للمرضى. إزاي نمنع أو نقلل من حدوث عدوى المستشفيات؟ أول حاجة الأمراض المع... ال... إزاي نقلل أو نمنع حدوث عدوى المستشفيات؟ أول حاجة المرضى اللي عندهم أمراض معدية لما بيدخلوا المستشفى لازم يتعزلوا في حجرات خاصة عشان ما يعدوش غيرهم. بالنسبة لبعض الأمراض شديدة العدوى زي التيفود أو الدفتيريا أو السل، دول بيتم عزلهم في مستشفيات خاصة زي مستشفيات الحميات أو مستشفيات الصدر. مهم جدا في بعض المرضى بيبقى عندهم خلل في جهاز المناعة وبالتالي قابليتهم للعدوى بتكون أكتر من غيرهم، دول لازم بيتم عزلهم في حجرات خاصة والتعامل معاهم بيكون في أعلى درجات التعقيم، دول زي مرضى اللي بياخدوا علاج كيماوي للأورام، ده بيقلل من عدد كرات الدم البيضاء وبالتالي جهاز المناعة عندهم بيكون ضعيف، لازم نعزلهم في حجرات خاصة عشان ما يتعدوش من المرضى الآخرين اللي في المستشفى. كمان
الأفراد الفريق الطبي سواء أطباء أو تمريض اللي بيتعاملوا معاهم لازم يبقوا لابسين ماسك على منطقة الأنف والفم وجوانتيات معقمة عند التعامل معاهم عشان ما ينقلولهمش أي أمراض. كمان مهم جدا في المستشفى ان احنا يبقى فيه نظافة وتعقيم وتهوية جيدة لكل حاجة في المستشفى، العنابر، الحجرات اللي في المستشفى، دورات المياه. بالنسبة للمطبخ بتاع المستشفى اللي بتجهز فيه الوجبات للمرضى لازم يبقى مستوى النظافة عالي جدا، والعاملين في المطبخ اللي بيجهزوا ويقدموا الطعام للمرضى لازم نعمل لهم فحص وكشف دوري عشان أي واحد فيهم عنده مرض معدي بينتقل عن طريق الطعام أو الشراب بنستبعده وما يتعاملش مع تجهيز الطعام والشراب لحد ما بيتم شفائه من المرض ده وبتتعدوا التحاليل ونتأكد إنه شوفي تمام. كمان مهم إن إحنا نتأكد إن أجهزة التعقيم اللي موجودة في المستشفى بتعمل بكفاءة ونعمل لها صيانة دورية. مهم جدا إن إحنا نتخلص بطريقة آمنة من الفضلات بتاعة المستشفى، وبالذات الفضلات اللي بتكون ملوثة بالدم أو السوائل بتاعة المريض، ودي بيتم التخلص منها بطرق كتيرة أهمها طريقة الحرق في المحرقة بتاعة المستشفى. مهم الممرضة أثناء ما هي بتعمل أي إجراء طبي للمريض زي الغيار على الجروح أو إنها بتديله حقنة أو بتعلق له محاليل إنها تتبع القواعد الصحية. لازم يتعمل أثناء العمليات الجراحية لازم كل أفراد الفريق الجراحي يكون يراعي الإجراءات اللي تخلي جو غرفة العمليات جو معقم عشان ما يحصلش أي عدوى تتنقل للمريض اللي بيتم إجراء الجراحة ليه. كمان كل العاملين في المستشفى زي الأطباء والممرضات وغيرهم لازم نعمل لهم برضه فحص دوري كل فترة معينة عشان أي واحد فيهم حامل لأي ميكروب ممكن ينتقل للمرضى بنعزلهم ونعالجهم قبل ما يرجعوا يتعاملوا مع المرضى تاني، وبنعمل برامج تدريب مستمر للممرضات والعاملين في المستشفى على أحدث طرق مكافحة العدوى. هنتكلم دلوقتي عن طرق مكافحة العدوى للممرضة. أول حاجة مهم جدا للممرضة قبل ما تعمل أي إجراء طبي للمريض إنها تغسل إيديها اللي هو الغسيل الصحي للأيدي. تاني حاجة بترتدي وسائل الحماية المناسبة حسب الإجراء الطبي اللي هي هتعمله، فمثلا لو بتتعامل مع مريض عنده أحد الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الرذاذ بترتدي قناع على منطقة الأنف والفم وبترتدي نظارة واقية عشان الرذاذ ما يدخلش في عينيها. لو حد بيتعامل مع أحد المرضى المصابين بالأمراض شديدة العدوى زي مرض السل بيرتدي برضو قناع على منطقة الأنف والفم، ولكن في أنواع خاصة من الأقنعة عالية الكفاءة اللي هي بتمنع بكتيريا الضرر إنها تمر من القناع إلى الجهاز التنفسي للطبيب أو الممرض اللي بيتعامل مع المريض. لازم كمان نلبس قفازات معقمة لما بنيجي نغير على الجروح بتاعة المريض أثناء العمليات الجراحية. لازم نلبس القفازات المعقمة عشان ما ننقلش أي عدوى للمريض أثناء الجراحة. تالت حاجة الممرضة لازم تاخد بالها منها إنه أي أدوات أو مستلزمات بتتعامل بيها مع المريض زي مثلا جهاز الضغط لازم قبل ما تقيس الضغط لشخص آخر تطهره بكحول أو أي سائل من سوائل التطهير عشان ما تكونش هي سبب في نقل العدوى من مريض لمريض. كمان كل العينات اللي بيتم أخذها من المريض زي عينات الدم، عينات البصاق، عينات
المساحات من الأنف أو من الحلق أو غيرها، لازم التعامل معاها باعتبارها فيها ميكروبات، وبالتالي ممكن تكون سبب في نقل العدوى للأفراد الفريق الطبي أو لمرضى آخرين. الملايات والأغطية بتاعة الأسرة بتاعة المرضى والملابس بتاعته والقمامة بتاعة المريض كلها برضو نتعامل معاها بحرص، لأنها ممكن تكون مصدر لنقل الميكروبات. مرض الالتهاب الكبد الوبائي بي ده مرض معدي خطير، الحمد لله في تطعيم ليه، وجميع أفراد الفريق الطبي لازم ياخدوا التطعيم ضد فيروس بي. مهم جدا أثناء ما بندي حقنة للمريض إن إحنا ناخد بالنا من إجراءات معينة عشان نتجنب إن إحنا نشك نفسنا أو يحصل وخز بالإبر دي، وبالتالي لا قدر الله يتنقل لنا أي مرض من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الدم. أول حاجة بعد ما بنستخدم السرنجة اللي هي بتستخدم لمرة واحدة، يفضل إن إحنا يتم التخلص منها في صناديق الأمان اللي هي السيفتي بوكس. لو ما فيش صناديق أمان أو هنضطر إن إحنا نغطي الإبرة قبل ما نرميها، بنستخدم طريقة اليد الواحدة عشان ما نشكش نفسنا أثناء ما بنعمل الموضوع. تاني حاجة، الأشياء الحادة اللي زي المشارط الجراحية أو غيرها اللي ملوثة بدم المريض بيتم التخلص منها في السيفتي بوكس، ويراعى إن صناديق الأمان أو السيفتي بوكس تكون مصنوعة من مادة غير قابلة للثقب. لما بنيجي نتعامل مع الدم بتاع المريض أو أي مواد ملوثة بدم المريض، لازم نتبع حاجة اسمها طريقة عدم اللمس، إن إحنا نبقى لابسين جوانتيات ونستخدم الفورسبس أو الملقاط عشان نمسك الأدوات دي عشان ما ننقلش العدوى لنفسينا. كل الجروح اللي عند المريض اللي ممكن يخرج منها دم أو سوائل تنقل العدوى بنغطيها بضمادات غير قابلة للبلل. لما بنتعامل مع أي أشياء حادة أو ملوثة بالدم لازم نبقى لابسين قفازات. وفي حالة لا قدر الله لو أي حد من أفراد الفريق الطبي اتعرض للوخز بإبر ملوثة أو للتلوث بالدم، لازم إن إحنا نبلغ قسم الصحة المهنية أو وحدة مكافحة العدوى في المستشفى عشان يبلغونا بإيه هي الإجراءات اللي لازم نتخذها. شكرا لحضرتك.